اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. معلقة واحدة يا بنات من عسل النحل الأبيض بتعالج معظم الأمراض، تحفة يا بنات عسل النحل ده، ليه فوائد للجسم وللجلد وللشعر والمعدة وكل، حرفيا معلقة عسل يوميا بتعالج معظم مشاكل الأمراض، تحفة يا بنات عسل النحل ده. يا ريت نواظب عليه معلقة كل يوم على الريق كده، وتشوفوا النتائج الجبارة الرهيبة للجسم والجلد والبشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أمارات؟ وحشتوني وحشتوني، يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة وفرحة وعافية، اللهم آمين يا رب العالمين. معلقة واحدة من دي يا بنات بتطهر الجسم من مختلف السموم. معلقة واحدة من ايه يا جوجو؟ اقول لكم دلوقتي يا بنات كل حاجة. فوائد عسل النحل الابيض، فوائد عسل النحل الابيض الرهيبة. طبعا يا بنات معلقة واحدة على الريق من العسل الابيض بتحمينا من الامراض وبيعالج امراض كتيرة جدا. طبعا معلقة واحدة من عسل النحل فيه عناصر وفي فيتامينات وفي فيتامينات وفي معادن مهمة مهمة للجسم. طبعا العسل النحل رافع للمناعة ومضاد للأكسدة وغني بفيتامين سي. يبقى عسل النحل الأبيض غني بفيتامين سي، وفيتامين سي يا بنات مهم جدا جدا عشان خاطر المناعة. وكمان عسل النحل فيه زنك، والزنك مهم جدا جدا يا بنات لرفع المناعة. وكمان عسل النحل غني بالأحماض الأمينية ومهم جدا لرفع المناعة أيضا. طبعا عسل النحل فيه حديد، والحديد بيساعد على التخلص من الأنيميا. طبعا معلقة واحدة يوميا على الريق لعلاج ألم البطن والمعدة والقولون العصبي والانتفاخ. طبعا في القرآن الكريم عن عسل النحل فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، تحفة يا بنات. معلقة واحدة على الريق من عسل النحل بتعالج معظم الأمراض. طبعا يا بنات من فوائد عسل النحل الأبيض مضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات، وبيحافظ على الأسنان ويمنع من التسوس، وبيحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين. معلقة واحدة يا بنات من عسل النحل الأبيض بيعالج التهابات المعدة وقرح المعدة مع المواظبة عليه، لازم لازم معلقة يوميا، وبيقلل الحموضة. معلقة عسل النحل يوميا بتطهر الجسم من مختلف السموم، وبيمنع تلوث الجرح. لو عندك جرح أو عندك حرق بيعالج ده كمان يا بنات. وطبعا لو عملتي منه ماسك للبشرة تحفة حرفيا، بيعالج حب الشباب وبيدي نضارة وإشراقة للبشرة. طبعا لو هتاخديه طبعا معلقة يوميا بيعالج داخليا قبل خارجيا، يعني بيعالج في الداخل الأول وبعد كده بينعكس ده على بشرتك ايه في الخارج. فعسل النحل ليه فوائد رهيبة جدا يا بنات، ياريت نواظب عليه، بس لازم يكون من حد ايه موثوق فيه، ما يكونش مغشوش. تحفة يا بنات العسل النحل رهيب بجد للجسم وللبشرة وللجلد ولكل حاجة. ما ننساش بقى يا بنات اللايك وسبسكرايب. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.